استقبل معبر رفح البرية عددا من الشاحنات الإغاثية والإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حيث وصل عدد الشاحنات إلى 25 شاحنة مساعدات غذائية وإغاثية، بالإضافة إلى 6 شاحنات مواد بترولية. في السياق ذاته، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في إجراءاتها التعسفية لمنع وصول المساعدات ما بين التباطؤ والرفض والإغلاق وتقليص عبور الشاحنات، خاصة خلال الأيام السابقة وفي ظل استمرار الغارات والقصف العنيف بحق المدنيين من أهالي غزة. بعد التحية، هذه المتابعة لتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ونحن نرصد مشهد المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية من معبر رفح البري، حيث استقبل المعبر اليوم 25 شاحنة مساعدات غذائية وإغاثية و6 شاحنات خاصة بمشتقات البترولية. هذه الشاحنات اتجهت من معبر رفح عن طريق عدد من الطرق إلى معبر كرم أبو سالم، وأيضا قابلها العديد من العوائق الخاصة بالطرق غير الممهدة، ومن ثم أفرغت شحنتها هناك وعادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية. أما إذا تحدثنا عن عدد آخر من المشاهد داخل قطاع غزة، استمرار للغارات الإسرائيلية على أماكن متفرقة من القطاع، نتحدث عن وسط وجنوب قطاع غزة، وسقوط العديد من الشهداء والجرحى أيضا اليوم، والمشاهد الأخرى المتعلقة بالحالة المعيشية والإنسانية داخل قطاع غزة. هناك حديث للناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، وتحدث أن 90% من يعانون من نقص في المياه والغذاء وأيضا الأجواء المعيشية داخل قطاع غزة وأيضا المستشفيات الطبية هم الأطفال. وتحدث أيضا أن هناك ما لا يقل عن 10,000 من المرضى يحتاجون إلى مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج. هذا عن استمرار عدد من المشاهد المتنوعة والمختلفة داخل قطاع غزة مع تفاقم الأزمات المعيشية داخل القطاع، ونحن على شفا الدخول في مجاعة حقيقية جراء القصف الإسرائيلي وأيضا الموت البطيء الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من حالات التعنت أمام المساعدات الإنسانية، سواء من خلال إجراءات التباطؤ والإجراءات التعسفية وأيضا الإغلاق في أحيان كثيرة، وأيضا تقليص عدد الشحنات الخاصة بالمواد والمساعدات الإغاثية والغذائية من الدخول من المعابر المصرية باتجاه معبر كرم أبو سالم. وهذه الحالة التي جسدت خلال الأيام السابقة من تباطؤ ورفض وإغلاق، واليوم قلصت عدد الشاحنات إلى 25 شاحنة خاصة بالمواد الإغاثية والغذائية، وأيضا 6 شاحنات تحمل مشتقات بترولية. هذا هو المشهد، وعودة إليكم.